قال ويقدم حق الزوج على حق الوالدين. يقول العلماء إذا تزوجت المرأة فأولى الحقوق عليها حق زوجها، فيجب عليها أن تطيع زوجها. فلو أمرتها أمها بأمر وأمرها زوجها بأمر فإنها يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها، لأن مصلحة طاعة زوجها أعلى من مصلحة طاعة والدها. لكن يوصى الأزواج بعدم إحراج الزوجات، فلا توقع زوجتك في الحرج بمضادة أمر والديها، لكن إن حصل فإن طاعة الزوج مقدمة. نعم.